ايه يا ماما؟ خص عليك، انت قلقتيني عليه، عماله بكلمك ما بترديش. كان عندي مشاوير خلصتها وجيت. ايوه وبرضه ما بترديش ليه على الموبايل ده؟ انا حتى خليت اكرم وايه يكلموكي. كنت قافله الجرس يا حبيبتي، انت خارجه ولا ايه؟ ايوه خارجه طبعا، كنت هعدي عليكي عشان اطمن. مش بقولك قلقت، وبعدين كنت هروح لزياد العياده. طب روحي انت لجوزك، يلا ما تعطليش نفسك، حاب اجيلك بكره. لا 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 لا، انا كده كده عايزاكي في موضوع مهم. تعالي يا حبيبتي. بصي بقى، عارفه الراجل المجنون اللي عمال ينطلق في المدرسه كل شويه ده؟ ماله؟ مش عايزاكي تشيلي همه خالص. انا خلاص يا ماما بلغت البوليس. ليه يا ماما؟ انت مش بتقولي ان هو مجنون ومعاه سكينه؟ عايزين استنى ايه يعني؟ هو فعلا مجنون، كان ماسك سكينه وقاعد بيهلفط كده باي كلام. طيب ما هو يا مجنون فعلا وساعتها يبقى خطر جدا، يا اما مجرم وعامل نفسه مجنون، وفي الحالتين ما ينفعش نسكت، احنا نبلغ البوليس وهم بقى يتصرفوا، يعرفوا لنا ايه حكايته. ايوه انا بس خايفه انه يطلع فعلا تبع شريف، وساعتها لو شريف اتاذى اي هتزعل قوي، عشان كده يعني بقول كان بلاش حكايه البوليس دي. يا سلام، هو المفروض انه لو استاذ شريف اللي بيرازينا بالراجل اللي بيطلع علينا بسكاكين ده، المفروض ان احنا كمان نعمل له حساب؟ ايه انت بتقوليه ده يا ماما؟ عموما ماشي، انا عايزاكي تطمني، لان انا اتاكدت واتاكدت كويس قوي ان الراجل ده مش تبع شريف. اتاكدتي؟ طيب خلاص، ما دام اتاكدتي بقى كويس انك بلغتي بقى. بلغت البوليس ومباحث هتجي لك بكره. عايزاكي تستقبليهم، هيجوا يسمعوا منك وهياخدوا اقوال كل الناس اللي شافوا الراجل ده بما فيهم الامن، وهيفرغوا الكاميرات. وماله، ينوروا، اهلا وسهلا. انت فيكي ايه يا ماما؟ مالك؟ انت تعبانه؟ يا جميله تعبانه قوي قوي وعايزه ارتاح. طب قومي يا حبيبتي، قومي ريحي فوق فوقتي. بقول لك ايه يا جميله، مش انا الاول تراجي اخواتك بقى وتديهم ورثهم عشان نخلص من الحكايه دي؟ حيرتيني معاكي يا ماما، مش انت اللي جيتي قلتي لي بنفسك خلي الحاجه معاكي عشان ابقى مطمنه؟ عموما مش ده اللي اخرني، انا اللي اخرني حاجات تانية خالص. اولا انا كنت مستنيه موضوع اكرم ده يخلص، والبت اللي طمعانا فيه وفي فلوسه دي تغور من حياتنا كلنا، وطبعا كمان خايفه على ايه، خايفه على ايه من جوزها الطماع اللي سرقها قبل كده يا ماما. طب انا عندي حل. ايه هو؟ زي ما انت بتقولي كده، خلاص اطمنا على اكرم ان البت دي طلعت من حياته. اديني بقى انا نصيبي ونصيب اختك وهخليهم معايا. اصلها بصراحه زعلانة ومش عايزة تتكلم. زعلانة؟ اشترك في الباقات الشهرية والسنوية بإعلانات وبدون إعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنوية.